الخاصة من مدينة القدس، من مدينة السلام، وأن في أرضها السلام. هذه المدينة التي تعيش خلال 72 ساعة الماضية في حالة بلا شك استثنائية. قبل قليل كنت في البلدة القديمة ليس بعيدا من هنا، لم يكن هنالك أحد في شوارع وأزقة البلدة القديمة إطلاقا، باستثناء جنود وشرطة وقوات خاصة. نحن نتحدث عن أنها المرة الأولى التي يتم إغلاق فيها البلدة القديمة بهذا الشكل. نتحدث عن أحياء مثل العيسوية التي تشهد خلال الثلاثة أيام الماضية الاشتباكات والإصابات. نتحدث عن الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعاني من 25 استهداف من قبل جنود الاحتلال وأيضا من قبل المستوطنين. نتحدث عن خيمة العزاء في حي الأشقرية حيث ذاك الشاب الفلسطيني الذي أعدم بدم بارد. نتحدث عن حماية دولية تتحدث عنها الحكومة الفلسطينية التي طالبت اليوم بأن يكون هنالك حماية دولية. نتحدث عن أعضاء اليمين الإسرائيلي الذين يطالبون بالمزيد من القوة، بالمزيد من بناء المستوطنات. هذا الذي قيل قبل قليل في خيمة الاعتصام التي أقيمت قبالة منزل بنيامين نتنياهو. نتحدث أيضا عن العديد من الأجواء السياسية الملبدة، بمعنى آخر هنالك حالة من عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها المنطقة. بنيامين نتنياهو وقد عاد في اجتماع الكابينت يقول بأن حركة فتح التي وصفت المخرب بأنه لم يكن مخربا وبأن العملية عملية بطولية، اعتبر بنيامين نتنياهو على حد قوله بأن هذا تصعيد ويجب الرد عليه. العديد من الملفات سوف نناقشها في هذه الليلة في هذه التغطية الخاصة من العاصمة الفلسطينية من مدينة القدس. نعرف بداية بضيوفنا عدنان غيث وهو أمين سر حركة فتح، وأيضا ريتشارد زنانيري عضو إقليم حركة فتح في مدينة القدس، ولكن هو أيضا مربي فاضل وأيضا مدير مدرسة. وسوف نتحدث عن الأطفال في مدينة القدس الذين يعانون ما يعانون من مشاهد البنادق ومن مشاهد الانفجارات ومن مشاهد الاعتقالات وصور الفيديو التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي. أبدأ معك عدنان. بنيامين نتنياهو اليوم عاد وهو يحمل في جنباته اجتماعا أمنيا في وزارة الدفاع، قائلا بأنه يجب أن يكون الرد في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، وكأنه قد وضع القدس كلها في كفة والضفة الغربية في كفة أخرى، وكأن هذه المدينة أصبحت جبهة من جبهات القتال. كيف ترد؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، قبل الخروج في صلب موضوعنا ينبغي أن نتقدم أولا نترحم على شهدائنا الأبطال، وكرر شهدائنا الأبطال الشهيد مهند حلبي والشهيد فادي علون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا مع الصديقين والشهداء بإذن الله تعالى. ثانيا يعني نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى كل المرابطين، إلى كل المجيدات، إلى كل المقدسيين، إلى شيوخ ونساء وحرائر القدس الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة. بالتأكيد حكومة الاحتلال اليميني الإسرائيلي المتطرف أجب ألا تخوننا الذاكرة. هذه الحكومة قبل أن يعني تأتي إلى الحكم في مدينة في دولة الاحتلال لا يبغي أن ننسى ماذا كانت دعاياتها الانتخابية وكيف تنصل وزراء حربها الموجودون الآن مثل نفتالي بنت وبنيامين نتنياهو رئيس هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الذي تنصل من حل الدولتين وتنصل من كل الاتفاقيات، ونفتالي بنت الذي طالب بقتل الأسرى وطالب بقتل الفلسطينيين. هذه حكومة أتت برنامجها السياسي وبرنامجها كان فقط من أجل التنكيل في شعبنا الفلسطيني ومن أجل يعني إقامة ما أمكن من المستوطنات على هذه المدينة المقدسة في محاولة لتجسيد أمر واقع وفرض سيادة على هذه المدينة دون يعني أفق أي أفق سياسي في شأن مدينة القدس في أي حلول يعني قادمة. نحن نتوقع من حكومة الاحتلال اليميني الإسرائيلي المتطرف في ما يسمى في اجتماعها الوزاري المصغر بأنها ستأخذ قرارات يعني مجحفة وقرارات يعني صعبة بحق الفلسطينيين وبحق أهلنا في مدينة القدس. ينبغي أن يعني نتحدث ونقول أولا
الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وبالضفة الغربية هو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الاجتماعي الفلسطيني المقدسي. طب اسمع، هذا الاحتلال رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية قال عصر اليوم يجب تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ردا على العملية التي حدثت في مدينة القدس. ما هي العلاقة برأيك عدنان بين بناء المستوطنات في الضفة الغربية وبين عملية أمنية في مدينة القدس؟ يعني بداية دعنا يعني نتحدث بصراحة، هذه حكومة اليمين المتطرف هي حكومة يعني فاشلة، حكومة غير ثابتة. كان بالأمس القريب هناك حوارات مع زعيم هذه الحكومة من أجل مع اليسار الإسرائيلي لاستمرار عمر هذه الحكومة لسقف أعلى، وبالتالي يكسب زعيم الحركة الصهيونية وزعيم هذه الحكومة بنيامين نتنياهو، يريد أن يكسب الوقت من عمر هذه الحكومة، وذلك من خلال إرضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة في بناء مزيد من المستوطنات، في فلت العنان لقطعان المستوطنين في التنكيل في شعبنا واقتحامات المسجد الأقصى، وإعطاء الحق لرعاع المستوطنين بالدخول إلى المسجد الأقصى واقتحامات يومية للمسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. واليوم ليس فقط منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك، اليوم أغلقت البلدة القديمة، بوابات البلدة القديمة وأسوار البلدة القديمة، لأول مرة يتم إغلاق البلدة القديمة بشكل كامل أمام الفلسطينيين، وترك المستوطنين يعيثون فسادا في حواري وأزقة البلدة القديمة. أستاذ ريتشارد، طبعا ريتشارد زنانيري، من هو ريتشارد زنانيري يعني لمن لا يعرف؟ هو ليس فقط يعني مربي فاضل، ريتشارد زنانيري من المرابطين الذين رابطوا في المسجد الأقصى في عام 82، تم اعتقاله داخل المسجد الأقصى نعتذر عن الخلل الفني مشاهدينا. أستاذ ريتشارد، مرة أخرى أنت مربي 35 عاما في سلك التعليم، أنا أريد أن أعرف ما هي التأثيرات السلبية على أطفالنا المقدسيين عندما يتم ضربهم، عندما يتم اعتقالهم، عندما يرون زملائهم في المقاعد الدراسة قد حرقوا كما حدث مع محمد أبو خضير، ما هي الآثار الجانبية والمباشرة على أولئك الأطفال؟ أولا اسمح لي أن أقدم تحياتي وأمسياتي لجميع المشاهدين ولهذا البرنامج الذي يجمعنا في مدينة القدس، وهي هذه اللؤلؤة من السماء. اسمح لي أن أترحم على شهدائنا الأبطال، على شهدائنا الأبرار، وعلى شهيدينا فادي ومهند، وعلى جميع الشهداء. ما يخيفني دائما وما نتوقع من هذا المحتل الغاصب المتغطرس هو هذه الفئة من الشباب ومن الأطفال الصغار. كل أطفال العالم تنعم بحياة رغيدة، بحياة زهيدة. أطفال العالم يتوجهون إلى مدينة الملاهي ويتوجهون إلى أماكن للعب بحماية، بنوع من الهدوء ونوع من الأمن. إلا أطفال فلسطين، هؤلاء الأطفال الذين شكلوا أسطورة في النضال، في الصمود، في التصدي لهذا المحتل الغاصب. أنا اليوم عندما كنت في خيمة العزاء لفت انتباه هؤلاء الأطفال الذين يتراكدون لدخول خيمة عزاء شهيد أسمى منا جميعا. ماذا يرى هذا الطفل؟ ماذا ينعكس عليه؟ ستنعكس عليه أمور كثير سلبية. أولا
الصورة التي يراها هذا الطفل تعزز فيه الصمود، تعزز فيه أسطورة الصمود من أجل مواجهة هذا المحتل. إحنا لما كنا صغار كان حد مفروض يسيسنا أو كنا نقرأ كتب حتى نعرف بعض السياسة، بالإضافة لمشاركاتنا ونشاطاتنا في تلك الوقت. اليوم الطفل يرى بأم عينيه، يرى هذا المحتل، يرى هذا المستوطن. اليوم في البلدة القديمة كما ذكر أخوي عدنان ما في ولا طفل موجود في الشارع. لأول مرة في تاريخ فلسطين منذ عام 67 تعلن البلدة القديمة منطقة عسكرية مغلقة. البلدة القديمة اليوم كل الأطفال في البيوت، كل الرجال، كل النساء، ممنوع على أي مصلي أن تطأ قدمه المسجد الأقصى المبارك. فبالتالي هذه انعكاسات نفسية واجتماعية ستترك أثارها على أطفالنا، هذه من ناحية. ولكن من ناحية تانية هذه الأمور كلها عم بتسيس أطفالنا ليعرف مدى غطرسة هذا المحتل، ليعرف ويرى بأم عينيه ماذا يتصرف هذا الوحش الكاسر. طب من المحتل يعني اليوم الهلال الأحمر الفلسطيني بيقول 14 اعتداء من قبل جنود والمستوطنين خلال 72 ساعة. السؤال لك ست زهيرة كمال، شكرا أنك يعني انضميت إلينا أمين عام فدا. سؤال هو، نحن استمعنا إلى خطاب الرئيس، الجميع الآن يتحدث في الأوساط الفلسطينية عن الحماية الدولية، هل بالفعل هذا الكلام واقعي؟ هل مدينة القدس بالفعل تستحق حماية دولية؟ هل أطفال مدينة القدس يستحقون حماية دولية؟ هل المقدسات في مدينة القدس المسيحية والإسلامية، يعني فيش مسجد وفيش كنائس، يعني تم الاعتداء على كل شيء عمليا، كنائس حرقت، مساجد حرقت، ومحمد أبو خضير، فادي علون، مهند الحلبي، والقائمة تطول. بداية كما سبق زملائي نترحم جميعا على أرواح شهدائنا في القدس وفي كل مناطق الفلسطينية، لأن كليتها يعني هي يعني انطلقت الانتفاضة من القدس وعمت جميع المدن وقرى فلسطين. موضوع الحماية الدولية هو موضوع ليس بالجديد، يعني عمليا تمت المطالبة فيه سابقا. البلدة يعني بلدنا فلسطين هي واقعة تحت طائل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تطول كل شيء، يعني الشجر والحجر والإنسان الفلسطيني. وهذه الانتهاكات طبعا كانوا زمان يعني في هناك حجج كبيرة توضع لعدم تقديم الحماية. من يوم ما أصبحت فلسطين هي دولة مراقب في الأمم المتحدة يحق لها أن تطلب هذا الموضوع، ويعني جيد أن الرئيس بعد هذه الأعوام الطويلة تقدم بهذا الطلب. ونعم نحن بحاجة إلى حماية دولية. عندما يحرق الأطفال، يعني دوابشي، عائلة دوابشي عائلة بكاملها ذهبت، ويعني لولا لطف القدر كان في عائلة تاني كان ممكن إنها كمان تروح. قبل ذلك محمد أبو خضير، يعني الشباب اللي تم يعني اغتيالهم خلال الفترة الأخيرة هم يعني في بعضهم ما كان عامل أي شيء، كان عم بركض، يعني شاب وفكروا إنه بده يعمل شيء قتل. في الأقصى اللي ولا مرة في تاريخه كان الإنسان الفلسطيني محروم من الأقصى، وهذه كانت دائما في يعني تلميح حولها من الجميع بأنه يعني ما تلعبوا بهذا الموضوع لأنه تتأجج المنطقة كليتها. لكن ما في كان في استهانة في هذه المسألة. ما تعظوا من في عام 2000 عندما دخل شارون إلى المسجد الأقصى والتهبت المنطقة بانتفاضة ثانية، اليوم إحنا في عنا انتفاضة ثالثة. نعم نحن بحاجة إلى حماية دولية. القدس هي مكان مقدس للجميع، مسلمين ومسيحيين ويهود. القدس هي مدينة تزخر بتاريخها، يعني مش بس الأماكن المقدسة، أيضا التاريخ العريق، لأنه هذه مدينة منذ قديم الزمان، يعني عمرها آلاف السنين، وبالتالي هي بحاجة إلى هذه الحماية. عدنان، إحنا يعني المواطن المقدسي، أنا بقول لك شو بقول، المواطن المقدسي بقول إحنا بدنا حدا يحمينا. أنتوا في تنظيم فتح، في القوى الوطنية، القوى الإسلامية، الفصائل، بغض النظر مين، الناس بتقول لك إحنا بدنا حماية. الهجوم اللي صار في المصرارة إنه الشاب كان ماشي هجموا عليه المستوطنين هرب، ف
فلجأ لمين؟ لجأ للشرطة بشكل انه يحموه من المستوطنين، اطلقوا عليه النار وقتلوه. شو ممكن انتم تقدموا للمواطن المقدسي اليوم؟ يعني بداية دعنا نذكر بان كل القوى والفصائل الوطنية هي انطلقت بالاساس من اجل هدف، الهدف السامي ودحر هذا الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف، وبالتالي دور هذه القوة يعني القوة الوطنية هي وسيلة للوصول إلى الهدف، ودور هذه القوة والفصائل الوطنية وعلى رأس حركة فتح ينتهي عندما يتحقق حلم شعبنا بإقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. نحن نقول أن على برنامج هذه الحكومة هي قرارات القتل والبطش، ومن رأى بالأمس المنظر المؤلم، المنظر يعني فعلا هذه الطريقة التي تم تصفية وإعدام الشهيد فادي فيها بالأمس في حي المصرارة هنا بمدينة القدس، شاهد بأم عينه كيف كان يعني الشاب لم يفعل أي شيء، كان هاربا من بعض رعاع وقطعان وهمجية المستوطنين، وعندما رأى سيارة شرطة الاحتلال حاول التقرب من سيارة الاحتلال ليختبئ من همجية هؤلاء الرعاع الشواذ قطعان المستوطنين، إلا أن يعني جيش الاحتلال نفذ قرار الحكومة الإسرائيلية. هناك قرار واضح في الأمس القريب، كان هناك إعلان واضح بإطلاق الرصاص الحي على أبناء مدينة القدس وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه الحكومة برنامجها هو برنامج قتل، بطش، دمار، تنكيل، اعتداء، مقدسات، حجر، شجر، نساء، شيوخ. نحن نرى بأم عيننا كيف يتم الاعتداء على النساء في حواري البلدة القديمة وفي المسجد الأقصى المبارك، كيف يتم إدخال المستوطنين ومنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، كيف يتم السماح لرعاع المستوطنين بشتم الذات الإلهية وبشتم الأنبياء على بوابات المسجد الأقصى المبارك، ويتم الاعتداء على من يقوم بالرد فقط بالتكبيرات على هؤلاء الرعاع. نحن نقول أن بالنسبة لموضوع أن نحن الحماية، نقول بما يتعلق في موضوع الحماية، موضوع الحماية نحن مواطنين مدنيين، المواطنين المقدسيين هم مواطنين مدنيين، نعم، بدهم حماية، نعم، الجيش الإسرائيلي ما بيحميهم، الشرطة، نعم، الإسرائيلية بتطلق عليهم النار، نعم، والمستوطنين عايشين عمليا مستوطنين في بؤر استيطانية. السؤال هو كيف يمكن أن تقدموا الحماية المساعدة، لجان الأهالي التي كانت موجودة، ماذا يمكن أن تقدموا؟ بالتأكيد كما ذكرت، أولا يعني نحن تعودنا على هذه الهمجية وهذه البربرية، وفي هذا الصدد أنا أقول أن حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها هي الآن تفلت العنان لرعاع المستوطنين بأعمال البطش والتنكيل، وكل عربي، كل فلسطيني في أي حي من أحياء هذه المدينة هو مستهدف لقطعان هؤلاء المستوطنين. فنحن نقول أن على كل القوى والفصائل الوطنية وعلى اللجان الشعبية وعلى المؤسسات والفعاليات أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مواجهة هذه التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، وعدم وقوع أبناء شعبنا فريسة سهلة ولقمة سهلة لقطعان المستوطنين، وذلك من خلال أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بعض الأحيان بين رعاع المستوطنين وهمجيتهم. عدنان، لما رجع الرئيس محمود عباس من نيويورك وألقى خطاب، استدعاك أنت واستدعى أمين سر الحركة في رام الله موفى السحويني. سؤال، ليش استدعاكم أنتوا التنين؟ شو الرسالة اللي برأيك محمود عباس هذا الرئيس الفلسطيني الذي عاد من نيويورك، عاد من خطبة العالم أجمع ليخاطب شعبه واستدعاكم أنتم؟ يعني بداية نحن يعني أتوجه بكل التحية لفخامة الرئيس محمود عباس الذي في خلال وجوده في المحافل الدولية وفي معركته الدبلوماسية في الأمم المتحدة كانت دائما قضية القدس حاضرة على أولى أولويات السيد الرئيس محمود عباس، على اعتبار أن السيد الرئيس كررها مرارا وتكرارا، لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا بأي حال، لم تكن القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة. وهذه المرة كان خطاب الرئيس، يعني نحن تعودنا على حنكة وحكمة السيد الرئيس محمود عباس. نحن أولا يعني أي فلسطيني له الشرف العظيم بأن يقف بجانب زعيم بمكانة السيد الرئيس محمود عباس. بس شو الرسالة؟ الرسالة أخي الكريم، بداية هي يعني فخامة الرئيس محمود عباس ويوجه رسالة في هذا الصدد، يعني عندما ذهب السيد الرئيس محمود عباس وألقى خطابه في الأمم المتحدة تحدث وعلى الملأ أمام كل الحضور أن على كل القيادة وعلى كل التنظيمات أن تنفذ ما قرار نعم المجلس المركزي، وأن تنفذ البنود التي تحدث بها السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن في الأمم المتحدة. والأمر الآخر أن قضية القدس
يعني السيد الرئيس كان يريد أن يوجه رسالة إلى العالم، يوجه رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قضية القدس هي قضية جوهرية وقضية رئيسية، وأن الاقتحامات والمساس في المسجد الأقصى المبارك وبالتزامن مع المحاولات المستمرة لتهويد وأسطلة مدينة القدس هي مخططات فاشلة سيواجهها المقدسيون وستواجهها حركة فتح والقوى الوطنية في مدينة القدس. الرسالة يعني الأخرى، نحن يعني السيد الرئيس يؤمن بالقيادة الشابة التي يجب أن تكون أيضا شريكة في صنع القرار الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقوق شعبنا الفلسطيني، وبهذا السياق نحن لا ننفي يعني ولا نتجاوز قياداتنا اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية في هذا الموضوع، ولكن لا نريد أن ننسى أن أيضا في المجلس الوطني الذي كان يجب أن يعقد كانت هناك يعني رؤية بأن يتمثل هذا المجلس الوطني في القيادة الشابة من أجل أن تكون شريكة في صنع القرار الوطني الفلسطيني. ريتشارد، أنا ما بدي أحكي يعني على اعتبار المسلم والمسيحي، ولكن يعني أنا بدي أفتح هذا الملف. لما أنا عندي كنائس بتنحرق في الطبرية وفي القدس الغربية في غربية القدس، وعندي كنائس عم تنحرق في مناطق في الداخل الفلسطيني بالقرب من النصر، وعندي اعتداءات على هذا البيت المقدس، كيف يمكن لملمة ولحمة الفلسطيني الواحد والاستفادة من الأوروبيين، الاستفادة من العالم الكاثوليكي، الاستفادة من العالم الأرثوذكسي، كيف يمكن بالفعل أن نستطيع أن نكسب هذه المعركة؟ إحنا بنقول إنه نحن نطالب بحرية العبادة في مدينة القدس، هذا طلب يعني كل القيادة الفلسطينية على امتداد التاريخ، حتى في الثلاثينات كانوا يحكوا حرية الجميع، ولكن كيف يمكن عمليا الاستفادة من المواقف المسيحية في العالم؟ أولا، الاحتلال الإسرائيلي لا يميز في اعتداءاته على مسجد أو كنيسة، ونحن دائما نقول إذا تألم المسجد تألمت الكنيسة. فبالتالي احنا ما لازم ننسى انه اليوم المستوطنين في اعتداءاتهم ينفذون قرار سياسي. في شخص اسمه جوبشتاين، وهذا مسؤول على منظمة صهيونية متطرفة، دعا الى حرق الكنائس وبعد حرقت كنيسة التابغة. فبالتالي الاعتداء على الكنائس وعلى المساجد هذا جزء من سياسة هذا الاحتلال المتغطرس. وزي ما ذكر كمان اخوي عدنان، انت اليوم تتعامل مع حكومة متغطرسة اللي بيقودها مستوطنين فاشيين رعاع ناس قتلة، فبالتالي لا ترحم لا مسجد ولا كنيسة ولا طفل ولا شيخ ولا رجل. انا سؤالي اللي بسأله بعد هذا الحرق اللي تعرضت له كنيسة التابغة واللي تعرض له البشر بداية من الشهيد محمد أبو خضير وعائلة الدوابشي وثم المساجد وثم الكنائس، أنا اللي بقوله هذه الكنائس اللي موجودة في الشرق الأوسط وبالتحديد في فلسطين، هذه الأراضي المقدسة اللي بسموها الهولي لاند، هل كنيسة القيامة هي فقط للفلسطيني الموجود في الأرض المحتلة؟ هل المسجد الأقصى هو فقط للمسلم الموجود في الأرض المحتلة؟ على الجميع أن يتحرك. أنا للأسف ومن هنا بطلقها وأطلقناها مرارا، يجب على الجميع، الدول الأوروبية والدول العربية والإسلامية، أن تلتفت إلى ما يحدث في مدينة القدس، أن تلتفت إلى هذه المساجد وإلى هذه الكنائس التي يدافع عنها هذه المقدسي. اللي من هون كمان بطلق رسالة تحية وإكبار وإجلال لكل المرابطات والمرابطين في مدينة القدس الذين يدافعون عن حجارة القدس بمسجدها وكنيستها، وبقول يجب الالتفات والانتباه إلى هذه الأماكن المقدسة، هذه الأماكن المقدسة التي يحرم المصلي المسيحي والمسلم من الوصول إليها. في عيد الفصح تتحول القدس إلى ثكنة عسكرية، أين العالم الأوروبي؟ أين العالم الغربي من هذا الكلام؟ أين الكاثوليك والأرثوذكس والجميع؟ مع احترامي هناك في مواقف، ولكن للأسف بحب أقول لك مواقف كجولة لا تصل إلى المستوى المطلوب. المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في خطر، المسلم والمسيحي في الأرض المقدسة وفي القدس بالتحديد في خطر، وخطر شديد. على العالم جميعا أن يلتفت وأن لا نتقوقع في داخل مواقف خجولة لا تخدم هنا أو هناك الذي يدافع اليوم عن كرامة الأمة العربية والإسلامية وحتى الدول الأجنبية بكنائسها ومساجدها، هو الفلسطيني المقدسي والفلسطيني الموجود في كل ربوع فلسطين. مشاهدينا، أريد أن أتحدث عن قضية مهمة. هاري ريد وهو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قال أمس بأنه طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام الفيتو في حال تقدم الفلسطيني لطلب استقلال دولة فلسطين في الأمم المتحدة. اللافت حسب البوليتيكو الأمريكية بأن الرئيس أوباما رفض وقال بأنه لن يكون هنالك استخدام للفيتو الأمريكي أو على الأقل في الولاية التي هو يحكمها. طبعا نحن نعلم بأن الانتخابات الأمريكية في العام القادم.
سؤالي لك ست زهيرة كمال، أنتم في القيادة الفلسطينية، أنتم كأعضاء في اللجنة التنفيذية، أنتم كجزء من منفذي القرار الفلسطيني قبل أن تتخذوا القرار الفلسطيني، هل هذا الكلام حقيقة واقعي حقيقي؟ هل بالفعل هنالك تغيير في المواقف الأمريكية؟ حقيقة يعني أنا ما بشوف التغيير واضح في المواقف الأمريكية. أمريكا هي تضغط يعني على الدول العربية، هي تضغط على دول إفريقية، تضغط على دول آسيوية من أجل أن يقوموا هم بالدور اللي هي مفروض تقوم فيه. وإحنا شهدنا في الفترة الماضية عندما طرحت قضية الاعتراف بدولة فلسطين، كان في عنا دولة طول عمرها كنا نعتقد أنها صديقة للشعب الفلسطيني لم تصوت، وبالتالي خسرنا الموضوع. إحنا اليوم كمان نفس الوضع هو قائم، يعني أمريكا يعني تراهن على ضغوطاتها على الدول التي تعيش بفضل الدعم الأمريكي، هذا من جهة. الجهة الأخرى هي كمان يعني إحنا وضعنا الفلسطيني، وأنا يعني استمعت لزملائي، بتصور إنه أهم شيء على الصعيد الفلسطيني أن نكون موحدين. يعني إحنا الانقسام قسم ظهرنا كشعب فلسطيني، أظهرنا أمام العالم بأن القيادة لا تمثل الشعب الفلسطيني بكامله. وفعلا يعني عملية تأجيل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني كانت يمكن محاولة لإنقاذ الوضع على قاعدة إنه نلملم أوضاعنا قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ليكون اجتماع موحد ونستطيع أن نواجه هذا الاحتلال. أنا اللي بدي أقوله من هذا المنبر، إحنا اليوم في خطر، الحماية الدولية نحن في خطر. نعم. ولكن علي أن أنتقل إلى الزميل علي دار علي الذي هو أيضا في خطر لأنه في الميدان. أخ علي سمعني؟ يا علي علي، إحنا في مدينة القدس، إحنا في مدينة القدس في العاصمة الفلسطينية، ونحن نعلم بأن ما تواجهونه أنتم أيضا في المدن الفلسطينية. سامع صوت الإسعاف عندك، نحن نريد أن نعلم أين وصلت تلك الاعتداءات من قبل المستوطنين، من قبل الجنود، ماذا حدث في الأهالي الفلسطينيين في المنطقة التي فيها؟ تفضل يا علي. علي علي هل تسمعني يا علي؟ علي هل تسمعني؟ علي هل تسمعني؟ علي شو اللي صار عندك؟ ما الذي يحدث عندكم؟ زميلي تفضل. علي ايش اللي صاير عندك؟ سامعني بوضوح؟ نعم انا سامعك يا علي، كيف الاوضاع عندك؟ زميلي كنت تسمعني بوضوح؟ واضح انه نحن نعاني في مشكله في الصوت. استاذ عدنان، على اعتبار بان اليوم هنالك اضراب في مدينه القدس، وهذا الاضراب يعني انا رايت في البلد القديمه على سبيل المثال لن يكون هنالك اي دكان مفتوح في مدينه القدس، في البلد القديمه اطلاقا لم يكن هنالك. للمره الاولى حقيقه منذ عده اشهر نرى بان بالفعل الاعلان الاضراب قد فلح. سؤالي هو لماذا فلح الاضراب؟ يعني دعت بالامس القوى الوطنيه الى اضراب شامل في محافظه القدس حدادا على ارواح الشهداء واستهجانا بحجم الهجمة البربرية الشرسة التي تمارسها حكومة الاحتلال اليمين المتطرف على الدول العربية بحق هذه المدينة المقدسة. يعني شعرت انه الناس متضامنة؟ نعم، شعرت تضامن انه الناس متضامنة؟ كل شعبنا الفلسطيني وكل اهلنا في مدينة القدس تضامنوا التزاما بهذا الاضراب. اخي شعبنا يطوق الى الحرية، شعبنا يطوق الى العيش بكرامة، شعبنا يطوق الى
العيش بكل حرية مطلقة، بأن يؤدي صلاته بحرية مطلقة، أن يتعلم بحرية مطلقة، أن يمارس حياته وطموحاته بحرية مطلقة. ما يمارسه الاحتلال ضد أهلنا في مدينة القدس أدى إلى حالة يعني التفاف كما ذكرت أختي الكريمة. نحن بهذه اللحظات العصيبة من عمر يعني القضية الفلسطينية وفي تاريخ القضية الفلسطينية، أحوج ما نكون له في هاي الساعات وفي هاي الدقائق الحرجة وفي هاي اللحظات التي يجتمع فيها كابينيت هذا الاحتلال ليقرر كيف سيعاقب هذا الشعب الفلسطيني، أن نتوحد، أن نتعالى على كل صغائر الأمور، وأن نتوحد من أجل الهدف السامي الذي انطلقت كل هذه القوى والفصائل الوطنية من أجله. يجب أن نتوحد وأن يعني نصل إلى مستوى يرتقي ما يطمح به شعبنا، شهداءنا، أسرانا الذين خلف القضبان أكثر من 6000 أسير يتمنون اللحظة التي يتوحد فيها شعبنا الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات. أنا أقول عندما نكون موحدين سيصغر هذا الاحتلال كما هو صغير الآن، سيصغر أكثر. عندما نكون موحدين سيحترم العالم قرار الشعب الفلسطيني بحريته وباستقلاله. يجب أن نتوحد، وبالتالي التفاف شعبنا اليوم المقدسي والتزامه بهذا الإضراب حدادا على أرواح الشهداء هو شيء طبيعي وغير مستغرب. هذه المدينة المقدسة قدمت وما زالت تقدم على مدار هذه السنين. وأنا أقول أن هذا الاحتلال هو يعتقد ظانا وواهما أنه بهذه الإجراءات الانتهاكية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وضد الأرض والحجر والبشر والشر في هذه المدينة أن يواجه 300 ولا 350 ألف مقدسي. أنا أقول أنه يواجه 11 مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات، لن يقفوا ولن يسلموا الراية، وسيورث جيل بعد جيل حق الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة وعن هذه المدينة المقدسة إلى أن تقوم دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. هذا يجب أن يفهم الاحتلال، هذا يجب أن يفهم نتنياهو، هذا ما يجب أن يفهم وزراء هذه الحرب الإسرائيلية. علي هل تسمعني الآن؟ سامع، نعم أسمعك زميلي بكل وضوح. بداية يعني نطلب منك أخ بالحيطة والحذر، استخدام السلاح الناري الحي في مناطق الضفة الغربية في مدينة القدس أصبح معلوما بأنه يتم استخدامه بشكل كبير. زميلي أنا يعني لم أفهم أو لم أسمع السؤال جيدا، ولكن على أي حال ما يحدث هنا هو إطلاق للصليات الحية والعيرة الحية من جنود الاحتلال باتجاه الشبان والمواطنين المحتشدين هنا في محيط ما يسمى بحاجز الارتباط، حيث تقوم يعني سيارات الإسعاف والأطقم الطبية ربما بإنقاذ حالة جديدة. إن كنت تسمع هو تجدد لإطلاق الصليات الحية باتجاه الشبان، وإطلاق أيضا لوابل من العيرة أو عفوا القنابل الصوتية والغازية باتجاه المشاركين. هناك القنابل الإنارة إذا هو استهداف مباشر للأطقم الطبية، كانت على بعد أمتار قليلة من سيارة الإسعاف، قنبلة مضيئة أخرى في الهواء يطلقها جنود الاحتلال، ويقوم الشبان الآن بالابتعاد قليلا نظرا لإطلاق هذه الصليات الحية المباشرة باتجاه الشبان. عدد الإصابات كانت قبل قليل سجلت يعني ما يقارب 3، هي قنبلة مضيئة أخرى باتجاهنا يقوم قوات الاحتلال ب يعني إطلاقها. على أي حال عدد الإصابات 3 إصابات سجلت حتى هذه اللحظة بالرصاص الحي. هناك يعني إصابة خطيرة وصفت بحسب المصادر الطبية بعد أن أصيب شاب بصدره مباشرة برصاص ما يعرف بالتوتو، وهو الرصاص الذي يكون أخطر من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأيضا لا يقل خطورة عن الرصاص الحي. هناك أيضا إصابة في اليد، تم قطع الشريان الرئيسي بداخلها. هناك أيضا إصابة في القدم. 3 حالات نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج. هذه المواجهات التي تدور هنا تأتي يعني تحمل العديد من العناصر
عناوين وتحمل العديد من الرسائل، أهمها نصرة للمسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من اقتحامات يومية، هذا من جانب، ومن جانب آخر تنديدا بجرائم القتل العمد التي يمارسها جنود الاحتلال، وأيضا قطعان المستوطنين وما حدث بالتحديد ليلة أمس عندما هاجم مئات المستوطنين منازل المواطنين في هذه المنطقة تحديدا، وقاموا بمهاجمة 3 منازل على الأقل والاعتداء على أفرادها بالضرب والتكسير. يعني المواجهات يعني ربما يمكن وصفها بالكر والفر، عندما يتقدم الشبان يقوم جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي لحظات قليلة ويعاود الشبان رشق جنود الاحتلال بالحجارة. ماذا بخصوص المستوطنين؟ ماذا بخصوص غلاة المستوطنين الذين يقومون بمهاجمة الأهالي الآمنين القرويين في قراهم؟ لا أسمعك زميلي بوضوح، إن عدت لي سؤال. ماذا بخصوص اعتداءات المستوطنين على الأهالي القرويين في القرى الفلسطينية؟ ربما إن كنت تسأل عن يعني اعتداءات المستوطنين بحسب ما بالكاد أستطيع سماعك، يعني المستوطنون في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات لم نشاهدهم، يعني لم نشاهد تواجد لهم نظرا لبعدنا إلى يعني بشكل نسبي عن الحجز الاحتلالي لاستكمال تغطيتنا، ولكن على أي حال يعني المستوطنون في هذه المستوطنة يهاجمون العديد من القرى بالعادة كما جرت العادة بعد يعني ساعات الليل المتأخرة كما حدث ليلة أمس عندما هاجموا هذه المنازل وأيضا منازل أخرى في محيط مخيم الجلزون للاجئين إلى الشمال من مدينة البيري وتحديدا حيين الياسمين وأيضا الزراعة تجدد لإطلاق القنابل الغازية باتجاه الشبان، ربما تشاهدون في الصورة يعني عدد ووابل من الأعيرة أو عفوا القنابل هو إطلاق للرصاص الحي. إن كنت تسمع تجدد لإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان وهو ما يؤكد نية إلى أن أولئك المستوطنين الذين يقومون بمهاجمة الأهالي القرويين الآمنين الذين يسكنون في المناطق المحافية بلا شك يشكل خطرا وتهديدا على الأمن والسلامة العامة للفلسطينيين. سوف أتناول أيضا الآن ما قالت الحكومة الفلسطينية اليوم. اليوم الحكومة الفلسطينية أصدرت بيانا قالت فيه: نحن نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، منها قتل شابين في القدس والاقتحامات للمدن في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين، وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى لجر المنطقة لدوامة العنف. ريتشارد، من الذي يجر المنطقة إلى دوامة العنف؟ هل هي حكومة بنيامين نتنياهو أم هي القيادة الفلسطينية؟ بالطبع هذا سؤال أخي أحمد. الاحتلال الإسرائيلي، وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار هيمنة هذا الاحتلال الإسرائيلي على وطننا، على أرضنا، على مقدساتنا، هو من يجر المنطقة. نحن ما نريده، نحن ليسنا ولن نكون دعاة للقتل مثل هذا المحتل الغاصب ومثل هذا المستوطن المتغطرس. نحن دعاة سلام ولكننا دعاة حق. نحن ندافع عن أرضنا بدمائنا الزكية، عن هذا الثرى. من يجر هذه المنطقة إلى هذه الحرب وإلى هذا الأتون هو فقط وجود الاحتلال الإسرائيلي. يعني ريتشارد، عندما نشاهد الآن على الصورة إطلاق وابل من الرصاص الحي على متظاهرين فلسطينيين، كما يقولون هم متظاهرين فلسطينيين، مع أنه في حقيقة الواقع أولئك خرجوا للدفاع عن بيوتهم، ليسوا متظاهرين بالمعنى الذي يحاول هذا الاحتلال وصفه بأنه أولئك هم المخربين الذين يعني يحاولون إدخال المنطقة في هذول خرجوا للدفاع عن بيوتهم، والآن نرى هذه الصور لصليات من الرصاص الحي على أولئك المدنيين. الحكومة الفلسطينية تقول بأن هذه ما يحدث الآن هو جر المنطقة إلى دوامة عنف. الآن عندما نتحدث عن الحماية الدولية، هل بالفعل يمكن أن تستطيع القيادة الفلسطينية إقناع العالم بوجود قوات دولية كما كان موجودا في سيناء وكما هو موجود لغاية الآن في الجولان السوري؟ نعم، وما أستهجن منه وأستغرب منه أن غلاة المستوطنين الذين اقتحمون المسجد الأقصى وقرانا
ويقتحمون كل أزقتنا في كل فلسطين وبالتحديد في مدينة القدس. هم سلة من المسلحين ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحمايتهم أيضا بسلاح ويطلق النار، فبالتالي هو يحمي المستوطن المسلح بسلاحه. نعم، نحن اليوم بحاجة إلى حماية دولية، نحن بحاجة اليوم إلى حماية أطفالنا. هؤلاء المستوطنين يحمون ويحمون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأطفالنا اليوم لا يوجد لهم حماية. نعم، نحن مع قرار السيد الرئيس أبو مازن عندما أبرقها وأطلقها في الأمم المتحدة بأن شعبنا اليوم يحتاج إلى حماية دولية من هذا الفلتان المسعور من قبل هؤلاء المستوطنين ومن هؤلاء الجيش الإسرائيلي. فخة الإنسان اليوم هم بالنسبة لهم بيعتبروا أنه قطرة الدم الإسرائيلية ذكية وبروجولها في كل العالم. طب قطرات دمائنا وقطرات أطفالنا وشبابنا وخيرة شبابنا اللي عمالها بتروح، مين المسؤول عليها؟ لما يطلق نار أو يصاب أي إسرائيلي محتل، هو لم يأتي إلى بلادنا لينعم، جاء ليحتل بلادنا ولينغص حياتنا. عندما يصاب أي إسرائيلي تروج له كل العالم وكل العالم بتقوم معه. كفانا خجل من هذه المواقف الدولية، على العالم أن يأخذ مواقف أكثر جدية لحماية الشعب الفلسطيني. نحن تحت الاحتلال وليس الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تروج في كل العالم عندما يصاب أي إسرائيلي إن كان، وتروج على أننا نحن إرهابيين ونحن قتلة. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب هذه الأرض، نحن أصحاب هذه المقدسات. فبالتالي القاتل والمعتدي هو فقط الاحتلال الإسرائيلي، ونحن بالفعل اليوم نشد إيدين على إيدين القيادة الفلسطينية وندعو العالم العربي والعالم الغربي إلى عدم فوات الأوان أكثر مما يحدث الآن. نعم، نحن محتاج اليوم إلى لفتة دولية لهذا الشعب الفلسطيني، لهؤلاء الأطفال من هؤلاء المسعورين ليل نهار. نحن اليوم مقبلين خلال فترة بسيطة على موسم قطف الزيتون. ماذا سيكون موقف هؤلاء الفلاحين الذين سيتوجهون إلى أراضيهم؟ أصلا في كل عام يتم الاعتداء علينا في هذا الموسم، في كل سنة، في كل مناسبة يتم الاعتداء علينا من المستوطنين. من ينظر إلى هذا الشعب الفلسطيني؟ في عودة بس لنقطة اللي أنت حكيت فيها بالنسبة لموضوع المقدسات، أنا بذكر من قداسة البابا لما ذكر للاحتلال الإسرائيلي وكانت رسالة واضحة وتركت أثر على مستوى العالم ككل، لما قال فلسطين تحتاج إلى جسور ولا تحتاج إلى جدران. فبالتالي وجود هذا الجدار، وجود هذه الغطرسة، وجود هذه المستوطنات التي تحيط القدس وتحيط كل فلسطين، هي التي تؤجج الحرب والتي تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف وإلى مزيد من القتل. ما في واحد فينا، وأنا بقول لك يا كمربي، ولا مرة في حياتنا بنقول لأولادنا روحوا موتوا، بس بنقول لأولادنا هذه أرضنا، حتى تبقى مقولة كي لا ننسى في أذهان أطفالنا وفي أذهان أولادنا. إحنا أولادنا مش مجانين، من زمان بفك الاحتلال الإسرائيلي، من رب أولادنا حتى يقتلوا أولادهم ولا مرة، بس نحن أصحاب حق، إحنا اللي مندافع ونحن المعتدى علينا. وين سلاحنا مع الشعب الفلسطيني؟ وين؟ قديش عدد المسلحين في المجتمع الفلسطيني ككل؟ بينما كل مستوطن هو مسلح، كل جندي إسرائيلي هو مسلح، كل مستوطن هي قلعة عسكرية بالنهاية، كلها قلاع عسكرية. أي نعم. فبالتالي نحن اليوم بأمس الحاجة أن يأخذ العالم دورا أكثر جدية، أكثر صرامة بحق هذا المحتل. أنا ما بكفي بس إنه دولة تعترف فيه، أنا بدي دولة تيجي توقف لجانب شعبنا، لجانب حقنا، لجانب قضيتنا العادلة. يعني الآن بينما نحن نتحدث وردنا بأن هنالك اشتباكا مسلحا في منطقة شمال البيرة، لا أحب أن نسميها بيت إيل، أن اسم المستوطنة. نعم. ولكن سوف نسميها شمال البيرة، حيث الآن هنالك اشتباك مسلح. هذه المشاهد التي تذكرنا في عام 2000، في عام 2000 عندما كان هنالك نفس الأجواء في نفس المكان، وكان هنالك اقتحام ذاك أرييل شارون، وحدث ما حدث من بعد ذلك، وكان هنالك اشتباكات في نفس الأماكن أيضا في منطقة بيت إيل بين أربعة أقواس، وأيضا كان هنالك في منطقة البلوع. ست زهيرة، أنتم في القيادة الفلسطينية، هل يعني بعض الناس بيقولوا أنه هل بالفعل القيادة تستطيع أن تتحمل معركة مع الإسرائيليين؟ الإسرائيليين بيقولوا هيك، إحنا بدنا نعمل عملية نسميها أسوار أورشليم في الضفة الغربية تشبه عملية السور الواقي، على حد قول إسرائيل كاتس الذي قال هذا التصريح اليوم، بغض النظر إذا كان هذا التصريح جاد أو مجرد بالونات اختبار، ولكن هل القيادة الفلسطينية الآن جاهزة في حال كان هنالك رغبة عند الإسرائيلي بالتصعيد؟ أولا الشعب الفلسطيني هو شعب غير مسلح إلا بإرادته القوية وصموده على أرضه
وإيمانه بحقه في إقامة دولته وتقرير مصيره. هذا هو السلاح اللي موجود عند هذا الإنسان الفلسطيني. إحنا وهي قوة لا يستهان فيها، لأنه مهما كانت الطائرات والدبابات والأسلحة، إذا كان في هناك شعب مؤمن بقضيته لن تستطيع أن تزلزله بأي شكل من الأشكال. القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعني بممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس أعلن بفك الارتباط، يعني تفكيك كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، حيث أن إسرائيل هي اللي بدت بعدم التزامها بهذه الاتفاقيات. وفي هناك قانون، يعني في القانون الدولي التبادلية في هذه الاتفاقيات، فبما انه اسرائيل انسحبت من هذه الاتفاقيات ولم تطبقها، فاذا احنا لنا الحق بانه احنا كمان لا نتعامل معها. وفي مقدمة ذلك التنسيق الامني. اليوم احنا كشعب فلسطيني عم بتحركوا في كل المناطق، ما في حدا منهم حامل سلاح، كله يعني حجر اللي ممكن، يعني هذا اكبر سلاح اللي ممكن يكون موجود بين ايديهم، وخاصه في الضفه الغربيه، يعني ليس هناك وجود ناس مسلحه بمعنى التسلح، ولا في هناك تصنيع زي ما صار في غزه يعني خلال فتره ببعض الصواريخ الموجوده. لكن بعملية فك الارتباط انت تطلق العنان للشعب لعملية التعبير عن وجهة نظره ورفضه لهذا الاحتلال. هو الرئيس قال الاحتلال. الرئيس قال انه على اسرائيل الان ان تتحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال طبعا. وهو كان عم بيقول انه في هذه الحالة عندما إحنا ننسحب من هذه الاتفاقيات، إذا أرادت إسرائيل أن تواصل احتلالها فلتواصل هذا الاحتلال. معنات هذا الكلام أن كل المنطقة ستصبح هي منطقة محتلة، يعني نعود لهذا الاحتلال، وشعبنا هو يقاوم هذا الاحتلال، وكمان العالم بيبدأ يشوفنا على حقيقة الوضع، لأنه لسه يعني العالم كان مش قادر يستوعب إنه دولة مستقلة وهي تحت الاحتلال. اليوم إحنا دولة تحت الاحتلال، ويجب أن يدرك العالم هذا الشيء. نعم، هنالك أيضا اشتباكات في، نجدد القول بأن بشمال البيرة هنالك اشتباكات، اشتباك مسلح، هنالك أيضا مواجهات بين الشبان الفلسطينيين في سلوان، في الصواني، وأيضا في بيت حنينة، حيث حي الأشقرية، خيمة العزاء. عدنان، قبل أن ننهي أريد أن أسألك حول يعني هذا الأجواء الآن، هذا الجو، هل يساعد في لملمة الملفات الفلسطينية، في لملمة الفصائل الفلسطينية، في لملمة البيت الفلسطيني؟ يعني في العادة الناس لما توقع في أزمات بتصير أقرب إلى بعضها البعض، يعني أنا لا أرى أزمة أكبر من الأزمة التي نعيشها الآن من فترة طويلة، هل هذا الوقت جيد للملمة الملفات الفلسطينية؟ يعني بداية دعني أقول نقطة مهمة بالإشارة إلى ما تحدثت فيه زميلتي. في قواعد اللعبة الآن، من اختار الوقت المناسب والتوقيت المناسب لمحاسبة هذا الاحتلال وتعريته وفتح جرائمه السيد الرئيس محمود عباس، هو من اختار الوقت والزمان المناسبين في موضوع أن تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه ما يحصل في كافة محافظات هذا الوطن الغالي. وبالتالي يعني أيضا أنا ألمني بالأمس بعض من تحدث عن العلم الفلسطيني وشبهه بأنه قطعة قماش أو بالية. أنا يعني لا أتحدث باسم أحد، ولكن أنا أقول أنه عليه أن يعتذر إلى كل الشعب الفلسطيني، لأن هذا العلم الفلسطيني استشهد من أجله الآلاف من الشهداء شعبنا الفلسطيني، وأسر من أجله، وهم يرفعونه على مآذن وكنائس وأسوار القدس وعلى أزقة الحواري وشوارع. وأنا أقول اليوم بالإشارة إلى سؤالك أخي أحمد، ما قيمة كل ما يبذله شعبنا من تضحيات جسام إن لم نكن موحدين لمواجهة هذه التحديات؟ ما قيمة كل القوى والفصائل الوطنية إن لم تنزل إلى رغبة الشعب هو صاحب القرار
الثورة سمكة وبحرها الجماهير، الشعب هو صاحب القرار، الشعب يريد منا أن نكون موحدين من أجل أن نحميه، من أجل أن نصل معاه إلى بر الأمان في حقوقه، في إقامة دولته، في تقرير مصيره. إذا لم نتوحد الآن ولم نلملم أوراقنا ولم نلملم بيتنا الداخلي أمام ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، أمام ما يحدث في مصدر رسول محمد صلوات الله عليه ومهد سيدنا المسيح، أمام ما يحدث للنساء الذين يضربن في حواري وأزقة البدر القديمة، أمام ما يحدث للأطفال الذين يعتدى عليهم، أمام ما يحدث للإعدامات التي تحصل، أمام ما يحدث لهمجية قطاع المصريين الذين الآن يريدون أن يستفردوا. يعني أنت بتقول أنت بتقول إذا إذا, إذا 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 ليس الآن توحد الشعب الفلسطيني متى هي الفرصة؟ متى الفرصة التي يجب أن نتوحد فيها؟ هو هذا السؤال. أنا أقول أن الفرصة مواتية الآن أن تلتئم كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على طاولة واحدة، وأن تضع رؤية واستراتيجية واحدة لمواجهة هذه التحديات والممارسات الإسرائيلية البربرية الهمجية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية وبحق المقدسات وبحق الحجر والبشر والشجر. وأنا أقول أنها مسؤولية وطنية وتاريخية، والتاريخ لن يرحم أحد والشعب لن يرحم أحد. ريتشارد، قبل أن ننهي، يتحك هيرتسوك زعيم حزب العمل، ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، ولابيد، هذول الثلاثة اليوم قالوا بأن بنيامين نتنياهو فقد السيطرة الأمنية، لم يقولوا عن الضفة الغربية، قالوا فقد السيطرة الأمنية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، وكانهم يقولون أنه رئيس حكومتهم فقد السيطرة على نص العاصمة تبعته. يعني عمليا هم بيقولوا أنه هذا نص العاصمة تبعتهم. هل تظن بأن بالفعل الآن الأجواء كما تحدثنا مع عدنان هي مواتية، بدل أن يكون هنالك شظايا لهذا الشعب الفلسطيني أن يكون هنالك لملمة لهذا الشعب الفلسطيني، خاصة وأنه نسمعنا الأخ علي ضار علي بيقول لك أنه بيعتدوا على الناس وصليات من الرصاص الحي في سلوان، الآن نسمع بأن هنالك اشتباكات، هل الآن الفترة مواتية؟ من طول عمرنا أخي أحمد ونحن نعيش في خندق واحد، الفصائل الفلسطينية والبندقية الفلسطينية لها شرف ولها كرامة. هذه البندقية التي كانت متوحدة في خندق واحد لمواجهة هذا المحتل الغاصب. أنا ما بقول اليوم، أنا كان مفروض يكون هذا الكلام من قبل، ولكن اليوم منشدد في ظل هذه الهجمة البربرية. نحن اليوم بأمس الحاجة ليكون لنا صمام أمان في وحدتنا، والانتهاء من هذا الانقسام المقيت الذي مزقنا، الذي مزق وحدتنا، الذي أضعف قرارنا وصادر قرارنا. اليوم احنا طول عمرنا كنا نتمسك بقرارنا الفلسطيني، عندما تمزقت الوحدة الفلسطينية أول ما أساءت لإلنا. سيد زهيرة، لأنه مية طبق وقت، نفس السؤال، أنتم في القيادة الفلسطينية هل نتوقع خلال الأسابيع القادمة، خاصة أنا علمت بأن هنالك اجتماع مفتوح للقيادة الفلسطينية، كما علمت هنالك أيضا اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية وأيضا مع الدول العربية، سؤالي هل نتوقع خلال الفترة القادمة اتصالات للملمة الملفات الفلسطينية في عجالة؟ أنا في رأيي أن الوقت حان لدعوة الإطار القيادي المؤقت، أو يعني اللي هو يضم كل الأطراف السياسية بما فيها الجهاد الإسلامي وحماس، لاجتماع من أجل ترتيب الوضع الداخلي والإعداد. يعني نحن بحاجة إلى إعداد خطة عملية لمستقبلنا الفلسطيني، الإعداد لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، و يعني لاحقا الانتخابات. وبالتالي إذا إحنا لملمنا الوضع على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية واجتمعنا بشكل موحد، هذا من شأنه يوحد خطة عملنا ومواجهتنا لهذا الاحتلال. نعم الوقت حان، وهذه هي الآن النقطة المطلوبة، وهي مهمة ملقاة على سيادة الرئيس من أجل دعوة أشكرك. في الختام بلا شك نشكر عدنان غيت أمين سر حركة فتح، أيضا المربي الفاضل الأستاذ ريتشارد زنانيري، والسيدة الفاضلة زهيرة كمال أمين عام فدا. مشاهدينا، أود في الختام في أقل من 30 ثانية أن نذكر بأن هنالك أيضا صحفيين مقدسيين تم الاعتداء عليهم، أخص بالذكر كريستين رناوي وهناء محميد، رجاء الخطيب، رامي الخطيب، وأيضا مجموعة وثلة من علي ياسين وغيرهم الذين تم الاعتداء عليهم وما زال يتم الاعتداء عليهم، وذلك لإبعادهم وإبعاد الصورة والكلمة الحرة من مدينة القدس، ناهيك عن الاعتداء على الإسعاف الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني. نشكر الطاقم، مشاهدينا نستمر في هذه التغطية مع قناة فلسطين وفلسطين مباشر بعد نشرة الأخبار. شكرا لكم مشاهدينا من العاصمة الفلسطينية من مدينة القدس. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم.